في بلال انا اللي مزعلني ايه قوي ان احنا مش وحشين يعني. لا بالعكس بص احنا بنلعب كويس يعني وفي انتشار وفي حماس من اللعيبه وفي وجود للعيبه وفي لياقه بدنيه وكسبان لا وتاخرت وعوضت بسرعه ودخلت جوه الجيم. ناقص الحته اللي كنا بنتكلم فيها كلنا دي اداره المباراه حتى من جوه الملعب يعني اذا كان الراجل من بره قاعد برضه انا شايفه بيزعق وبيعمل يعني كانت يعني هار لك حنعمل. وهو كان متعصب النهارده برضه يعني كان واضح برضه ان حاسس سيماني النهارده متعصب قال يعني واضح ان حد حكى له السيناريوهات اللي حصلت السنتين اللي فاتوا دول ان بيراميدز والمشاكل والحوارات اللي كانت بتحصل وان يعني القصص حد حكى له. فالنهارده واضح كمان هو كمان يعني انا اول مره اشوف النهارده مستر موسيماني وهو بيوجه اللعيبه يعني متعصب شويه عنده متعصب شويه يعني حتى في الكورنر اكتر من مره بيزعق وبيزعق يعني في حماس زياده ولكن مش ده مستر موسيماني يعني في الغالب احنا ما بنشوفوش بيزعق بالطريقه دي او متعصب بالشكل ده. هو دايما هادي يعني هو بيمتاز بالهدوء. النهارده في بعض العصبيه وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه ان النهارده برضو كانت هتبقى نقله مختلفه برضو لمستر موسيماني لو كسب النهارده هتبقى انت يعني 100% من كل الماتشات الكبيره الزمالك بيكسب الوداد بيكسب الترجي بيكسب كل سان داونز بيكسب. النهارده لو كان كسب بيراميدز كان اعتقد يبقى الراجل ده جاب الفول مارك من كل في كل المباريات الكبيره بالنسبه له. مفيش حد لا في الدوري العام المصري ولا حتى في بطوله افريقيا حد قدر يوقف مستر موسيماني. فالنهارده ممكن يكون حته العصبيه دي بسبب حته زي دي برضه. انا النهارده راجل ماشي يعني بكسب بشكل بطريقه 100% كل الماتشات الصعبه بالنسبه له ادارها بشكل جيد جدا حتى مباراه النهارده ادارها في وقت كتير في وقت كبير بشكل كويس صحيح. باستثناء ان انا بقول ان اخر ثلث ساعه احنا فتحنا الجيم مين هيسجل هدف احنا منطقه احنا قاعدين بره واحنا قلقانين يعني بتفرج على الماتش الجيم مفتوح بالنسبه للفرقتين مش مش الاهلي بس لكن الطبيعي الشوط الثاني اخر ثلث ساعه الجيم يبقى مفتوح للنادي الاهلي بس ما يبقاش مفتوح لبيراميدز. الطبيعي يا كابتن ان انت اللي بتقفل كويس قوي وبتدافع وبتقف في نص ملعبك وبتشتغل بزياده عدديه على الكاونتر اتاك هيبقى عندك كل مره 4-3 لان بيراميدز وصل ان هو في اخر ثلث ساعه بيلعب 3-4-3-2-1 تقريبا. التكتيك ايه يا بلال؟ نعم انك انت تلعب المدرب نفسيا اللي قدامك. طبعا بمعنى انا لما اكون مطرود مني واحد ومتاخر بهدف فانا اللي هيحصل ايه؟ انا اللي ادافع لك فانت هتهاجم بالظبط كمدرب خسران صح خطوطك هتتفتح هتقدر انت وبالاخص انت عندك سرعات كويسه صح عندك طاهر كويس تقدر تستغل حصل يا كابتن عادل كره شريف وكره كهرباء طبعا. فانت ليه تعمل الفعل؟ خليك رد فعل اخر 10 دقائق كره القدم كده. والحاجه بقى المهمه الاهداف دي يعني اهي دي كانت هتبقى 3 وكان هيبقى 2 و4 يعني تقدر تقول اول ما تضيع جوان لازم تلاقي. بس عايز اقول لكم حاجه في النقطه دي برضو خليك اهو يا كابتن بص ماشي يا كابتن ماشي يا كابتن عادل ماشي يا كابتن عادل بس انت برضو ما زلت انت المتقدم و2-1 ممكن يخرج الماتش 2-1 وانت برضه متقدم وكسبان ولكن في بعض الاخطاء اللي لازم نتعلم منها حصلت في الدقيقه الاخيره للشوط الثاني.